زيد الغياب زيد لقجة هذه معلومة معلومة أخرى يعني آخر الأصداء كتبها آخر الأصداء تؤكد أنه لقجة حضر يعني وقت قصير في الاجتماع ثم انسحب هذا الأمر آخر الأصداء غادر الاجتماع آخر الأصداء شيخ ناصر تؤكد أنه هذه المغادرة خلق زعزعة ثقة بينه وبين أبو ريدة. احنا كذلك لازم نتفاهموا مع تونس، تونس يقدروا ما يديروش الانتخابات، يعطلوا شويه الانتخابات تاعهم باش يعبروا الطريق لصادي، لأن الجزائر وتونس راهم في علاقات دبلوماسية من ناحية سياسية كبيرة ومهمة جدا، والجزائر كذلك ساعدت تونس في الأوقات الصعبة، تونس شكون صابت الجزائر، يعني احنا نديروا جاست لكاع الافريقيا الدول الافريقيه ولما يصاجي الجزائر يتهربوا كامل نو. واش تقول ابو خالي ما عندك ما تقول؟ اتخيل في هذه الحلقه تذكر اسم فوز القجع اكثر ما تذكر اسم الجزائر اللي طالع عليها الفيلم والحلقه كامله عليها، بحكم انه والد مصدي الجزائري قدم ترشح ديالو لعضويه الكاف. ما كاين فوزي القجع ما تقول لي لا الجزائر لا وليد مصدي. فوزي القجع تا غوالا دخل لا راه هرب لا راه جا طلو مشى لا حق زعزعات الاستقرار لا حق ما كاين اخر كوزلك اخويا جالسين كيهضروا اللي كطيح عليه شي فكره كيقولوا بلاتي قبل ما ننسى ولا شي حاجه راه فوزي القجع خدا من هنا وخرج من لي ودار من هنا كاين فوزي القجع ودخل حتى شي جزائريين قالك راه ولا يخرج لهم في الحل مزيدي راه كيطالبوا فوزي القجع يدير معاهم شي حل قالوا له خذ الكاف خذ اللي عجبك عافودنا على النعاس خلينا نرتاحوا شويه قالك والو ولا يخرج لهم في الاحلام والو حتى كيجي قاعد يا ربي ها وحده راه طلق راجلها قالك يكون ناعس كيف يدير فوزي القجع فوزي القجع قالت لك صافي باغي نطلقهم قالت لك هذا هبل ركب فيهم السكر ولا يحرموا به ولا يجيبوا لا حق على الجزائر تذكر فيها اسم فوزي القجع اكثر من تذكر فيها اسم الجزائر واش تقول لهم الله يشافيكم الله يزيدكم خليكم نشطنا ومضحك انه مفوجين علينا عيدك الهضره اللي قلت على تونس زعما راه صراحه عندك الصح بان تونس ما خصهاش دير انتخابات وما ديرش رئيس ديال الجامعه ديالها وتخلي الاوضاع ديالها كارثيه تما تدوزوا نتوما الانتخابات وتفوزوا نتوما بالانتخابات وتسهل لكم الامور باش تفوزوا بالانتخابات هي اش بغات تمشي انتخابات واش بغات تمشي رئيس خلي الاوضاع ديالها كارثيه تما المهم هو دوزوا نتوما عندك الصح نتوما هما الاولين زعما اش من تونس نديروا حنا بتونس تونس ولايه جزائريه اش بغات يمشي رئيس ولا تنافسنا عندك الصح ما خصهاش دير انتخابات خلي الاوضاع كارثيه عندها تدوزوا نتوما الاولين هذه عندك فيها الصح واصلا داكشي اللي داير الناس اللي كيسيروا تونس دابا شاد الاموال من الكبرانات ومخلي الاوضاع كارثيه تما تيدوزوا انتخابات عادي نوضوا يرموا ولا لقاو ما يرموا شوف تونس كيفاش ولات كتسمح في المصالح ديالها من اجل ولات الامر ديالها مخلي الاوضاع كارثيه في الجامعه التونسيه تدوز انتخابات وما يترشح حتى شي تونسي ضد الجزائر لا حول ولا قوه الا بالله فخليكم تضحكوا شويه مع اعلان فوزي القجع واعلام كراغيله اقلبهم فوزي القجع مرتهم كاين عا فوزي القجع قلت لك اللي كطيح لي شي فكره ديك الساعه كيقولها زعما راه عندي مصادر موثوقه هاي لا فابريزو رومانو فخليكم الفيديو كيف العاده ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم في التعليقات القجع تاع رئيس فيديراتي المغرب هنا واش هي حضور صادي على الورق حاليا لو كانت الامور تتسير بدون خلفيات الطريق معبد صادي بدون انتخابات انه يكون يوم 12 مارس راح يبان 12 مارس راح ما يكونش حتى الانتخابات بدون انتخابات بدون انتخابات لانه وحيد يكون وحيد ويا امبوست لابوروار والقانون يقول ميم حتى يكونوا زوج و دو بوست ويكونوا مترشحين وكاين دو بوست سا باس سون فوت اليوم احنا هذه اولا وقبل كل شيء كاين شيئين تغيروا في الجمعيه الاخيره لاش ils ont levé la condition de l'âge c'est-à-dire pour au-delà de 70 ans تم الغاء العامل السني هذا عنده هدف هدف انه c'est-à-dire c'est permettre à Abou Rida انه يترشح لرئاسة الكاف او يترشح للفيفا للفيفا اثنين الغاء العامل اللغوي ايضا الغاء العامل اللغوي c'est-à-dire دوكا شغل طاقة المغرب هذه عندها اهداف وانا شخصيا قراءتي لهذا الشيء هو غلق الطريق للجزائر ما نقولش انا الوالد صادق غلق الطريق للجزائر اترافير وليد صادي بور نو با ياكسيدي لل علاش؟ انا نظن باللي بيسك لقجع إن نو بو با بروبوزي ما يقدرش يقترح واحد يترشح على مسمو لانه المغرب عنده يقدر يترشح هو ينحي من الفيفا يساكريفي من الفيفا سي لو ديرني موندا تاع ينحي نفسه استادير كي تترشح سي بون يا اما تعاود تترشح للفيفا يا اما تترشح لا مترشح سيتادير كو انايا جو بونس كو كاين ان ديل كاين اتفاق بين لقجع ابو ريده متفاهمين على انه ابو ريده
انت تروح لرئاسة الكاف وتولي اوتوماتيك ممبر في الفيفا وانا انسحب من اسمه لكي اترشح للمكتب تاع الكاف كوميكس من اجل غلق المنافذ للجزائر وهذا هو السيناريو المحتمل. علاش قلت لك انا اون نون في با اون اوبسيسيون؟ علاش اون نون في با اون اوبسيسيون؟ دابور وليد لافي ان طونك بريزيدون ان كون اني و اون اني انت باش تدخل وتخدم الكا يفوت دو طون دو. انا نقول لك بكل صراحه سي تادير كو دون لو كا او تكون هذا هو السيناريو المعمول به انا نقول يفوت دري سي جامي يعاود يترشح للرئاسه الفاف tu auras deux ans, عامين, le temps de travailler, pour avoir un lobby au niveau du, au niveau de la CAF. Nous, on sait comment ça fonctionne. اليوم هكذا يتروح ب يكون يترشح لك اي كان الخطه اللي يديروها لو كان يجيك مترشح كاين الاحتمال كاين احتمال انه تونس ما عندهاش الحق ولا الجزائر نعم ما عندهاش الحق لانها عندها ديريكتوار مي ديسي لو 12 لو كان يديروا الانتخابات يكون يعود عندهم الحق الترشح ولكن الامر يبدو مستبعد لا 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 شوف عندما يعود عندك العدو انت دير لابار او انا ندير انا اسمي وليد صادي انا ندير بلي لقجع راح يترشح وندير بلي تونس راح تدير الانتخابات هذه هي هذا هو الذكاء هذه هي الخطه هذا هو ما نحطهاش بلي راهي الدعوه باليزي صاير راني رايح هنا نو نو جو ريغريت سؤال لك امين هناك بعض يعني كما قال الشيخ جمال يعني امور تقريبا لم تتغير على في هيئة الكاف التي يعني عرضت الجزائر للكثير من المشاكل يعني المنتخب أيضا على سبيل المثال تعرض للكثير من المشاكل بسبب الجور والمظالم يعني المظالم أكيد هي مظالم من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ألا ترى أنه فشل وليد صادي ولو أنه لا نقول فشل بما أنه 6 أشهر على رأس الفاف فشلوا في الحصول على مقعد في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيجعل الجزائر معرضة أيضا لمظالم جديدة من طرف الاتحاد الإفريقي ولو أن الكل يعلم اللوبيات الموجودة في هذه الهيئة؟ كنا نتكلم نفس بقى في عدة حصص في عدة يعني برامج على أهمية الدبلوماسية الرياضية وما نعاودوش نوليو في نفس الكلام ولازم يكون كذلك عندك نفوذ لازم تكون كلمة تاعك مسموعة لازم تعرف تكون حاضر لازم تعرف مع من ندير ديزاسوسياسيون واتفاقيات باش تكون في الواجهة أنت كذلك. هذا كله من أجل الدفاع أولا باسكو الكاف لازم تدافع على مصالح افريقيا والدول الافريقيه من ناحيه كره القدم وكذلك تدافع على مصالح تاع بلادك. انا مثلا دوك لما سمعت واش قال الاخ جمال لما هضرتوا على ترشح ممكن لو في تونس يديروا انتخابات ويخرج رئيس فيدرالية جديد في تونس يكون منافس لصادي ويعني مباشره راح يغلق عليه الباب. انا احنا والاخوه التونسيين كما راك تقول انت باللي كاين لوبينغ وكاين اتفاق بين القجع وابو ريضه يعني مصر والمغرب احنا ما نحبوش نفرقوا الامه نحبوا نجمعوا ولكن نقولوا ما دام كاين هذه الاشياء حاليا احنا كذلك لازم نتفاهموا مع تونس. تونس يقدروا ما يديروش الانتخابات يعطلوا شويه الانتخابات تاعهم باش يعبروا الطريق لصادي لان الجزائر وتونس راهم في علاقه دبلوماسيه من ناحيه سياسيه كبيره ومهمة جدا والجزائر كذلك ساعدت تونس في الأوقات الصعبة تونس شكون صابت الجزائر يعني احنا نديروا جاست لكاع الافريقيا الدول الافريقية ولما يصاجي الجزائر يتهربوا كامل نو انا نظن ما نخلطوش الرياضة مع السياسة كل واحد في المجال تاعو ولكن نحبوا ولا نكرهوا بطريقة غير مباشرة كاين امور تندار بالسياسة فهمت دونك انا نظن شي با سي مسعود اني تروف لي دي انتريسون وعلاش توانسا يعني فون فوتي درك باش يكون مرشح تاعهم باش ما يجوش وليد صادي باسكو الشيء المهم ولي متاكد ان وليد صادي لو يكون في الكاف والجزائر محل يعني دير اشياء ضد تونس
صادير كسسوا صادي ولا تاع تونس يعني ما راح نخدموا المصالح العامه تاعنا لان فيها علاقه طيبه. ايه يخمم هكذا يقول لك ما تضرش انا جاري ولا واش انا نقول سمحنا بقبل الجزائر امين نعم اكزاكتومون الجزائر بصح لازم يكون عنده ليطا ديسبري هذاك علاش انا نعاون فيك في كل المجالات وفيه اتفاقيات وفيه محبه وفيه اخوه يعني هكذا يجب ان تكون علاقه متبادله. كانت هذه الامور كلها غير بالظاهر واش ندير بك انا يعني كلمة ما نصيبكش وقتها في الاوقات الصعبه. دونك جو بونس من ناحيه الدبلوماسيه نقدروا من ناحيه الطاف نقدروا نتفقوا مع الفيدرال التونسيه ولا لي ريسبونساب تاع الديريكتوار باش تكون امور كيما راهم يتفاهموا زعما ابو ريدا ولقجع لو تكون هذه المعلومات مؤكده وهي باينه بلا تصرا هكذا بهذه الطريقه يعني احنا لو لم تكن مؤكده وجدهم لارتيكل دو سوسيون يعطيك الصحه لورغانيزاسيون تاع لوسي تاع الكوميتي اولمبيك انترناسيونال بروبوزيو لو بلي ايليف ايليف لا كان بور سيو بور بور سو بوك قال لهم لا انت سي بون يعني هذه مؤشرات توحي بانه دخول المعتبر عندها ان اوبجيكتيف يعني ما معنى تريبوت في القوانين عندها ان اوبجيكتيف هذه بدايه ومقدمه السن كان عائق لهاني ابو ريده للاشاره لانه عمره 41 سنه فتحوا الباب يعني ان فيه تفاهم والكل يحب يغلق الباب الجزائر ولا دونك احنا من الناحيه تاعنا لازم احنا تكونوا عندنا نشمروا على السواعد سوني با مش هذه اللي مقلقتني مقلقتني لا كاباسيتي دو لوم لا كاباسيتي دو ديو ان نقدروا يغيروا القوانين صافي دير كيزون اي هذه باينه لا ميس سي لا ميس وهذا وهذه لازم احنا كجزائريين ناخذوها بعين الاعتبار وعلاش انا كنت نقول لو بيلان صافي نخرج اللي كنت نقول عليها ان الثنائيه الناقته اللي يروح لاكاف يحوز الجزائريين سادوا سو تيرميني ما عادش نعودوا نحاربوا بعضنا البعض هذا موضوع اخر رايحين نسمعوا لراي نصر بويش الكل يؤكد ان هناك اطراف تسعى لقطع الطريق امام وليد صادي وهذا امر واضح لقجع بسط سيطرته على الاجتماع الغى عامل السن واللغه من اجل ترشيح ابو ريده للمكتب التنفيذي او رئاسه الكاف الذي سيكون لا زيد الغياب زيد لقجع هذه معلومه اخرى يعني اخر الاصداء اخر الاصداء تؤكد انه لقجع حضر يعني وقت قصير في الاجتماع ثم انسحب هذا الامر اخر الاصداء غادر الاجتماع اخر الاصداء شيخ ناصر تؤكد انه هذه المغادره خلق زعزعه ثقه بينه وبين ابو ريده يعني بما انه هو الحليف تاعه هذا اخر الاصداء واخر ما تحدثت عنه وسائل الاعلام المصريه ولكن الموضوع الاهم نصر بويش ان هناك اطراف تريد قطع الطريق امام وليد صادي من اجل الفوز بمقعد في الاتحاد الافريقي كيف وللجزائر اكيد بما ان وليد صادي هو ممثل الجزائر لا هي كما قال لك سي جمال نتكلموا على الجزائر لانه حتى ولو نتمنى كل الخير لسي وليد لانه كما قلت كيمثل هذا الوطن شوف من الصعب يعني من الصعب حتى ولو نتمنى له كل الخير انك تدخل في معركه ماشي مسلح كما ينبغي لان هذه الهيئه تاع الكاف نعرفوها منذ زمان يعني ان واش فيها في الخفايا كيفاش تعمل في الخفاء كيفاش التلاعبات كل هذا الشيء ما تقدرش انت يا كيما سي والد اللي عنده 6 شهور او 8 شهور او 10 اشهر على راس الاتحاديه تجي اليوم باش تزاحم هاد الناس هادو ما وتدخل من الصعب لكن هناك من يقول لك انه يعني الفتره التي كان فيها وليد صادي بعيدا عن الاتحاد الجزائري لكرة قدم يعني حافظ على الاتصالات مع بعض الفاعلين في الكاف يعني جايك هذا الامر اكيد هذه النقطه جيده اذا كان عنده اكيد اذا كان عنده لي ريزو تاعو كيما والاتصالات مع الاتحاديات ولا الناس انفلوون ولا رجال انفلوون اكيد انك حظوظك تزيد تكبر لاشاك فوا لكن نظن في وقت قصير من الصعب انت هذه الهيئه بقياده موتسيبي اللي عنده بلوس دان تور دون سون ساك يعني لازم نقولها بكل صراحة رجل قوي اسمح لي والله غير اسمح لي ما تنساش بلي في 2017 كي نقولوا كانت عندنا دي ريلاسيون لا كومبوزون كيمان ما تغيرتش وفي 2017 روا يوسات هو استدري اذا كان باقي الاتصالات مع 7 سنين راك با البروبليم حتى ولو الرجل الاخير في الماضي كنا افضل من لا حتى ولو الرجل الاخير اللي كان ممثل الجزائر والحاج روراوا اللي نحيوه نظن انه اليوم من الصعب انه لانه هذه الامور كما نقولوا الامر دبر بالليل
لا لازم نقولها بكل صراحه لانه انت يا هذا غير متفائل شيخ ناصر ومن الصح. لا انا قلت لك انا حنا ندعيو كجزائريين يكون ان شاء الله لا بناء على لا بناء على المعطيات وانت قريب من وسائل الاعلام الجزائريه وقريب من الاصداء ايضا يعني عبالي باللي راهي توصلك اصداء من الاتحاد الجزائري واصداء من بعض الفاعلين في كره القدم الجزائريه بناء على معطيات يعني ما هي الامور التي تنقص الان ممثل الجزائر والصادي من اجل ولوج للمكتب التنفيذي يعني قلت لك انا الاهم قلت لك لي ريزو تاعك تكلم امين على الدبلوماسيه الرياضيه اللي احنا غايبين فيها لازم نقولوها بكل صراحه انا بعد شويه هاد الجهه وين لازم نخدمه كما ينبغي لكن ربما تسمح لوالد ولا انسان اخر انه يدخل يفتح الباب ويدخل بسهوله لكن كل الابواب مغلوقه دوبل فيرو كما نقولوا لازم تكسر الباب باش تكسر الباب لازم تكون شويه عندك القوه تكون كما ينبغي باسكو لازم تدخل دو فورس انا نظن باش تدخل هكذا تجي هذاك تشعر يعني لا من السؤال المطروح ما هو السؤال المطروح علاش يديروا يعني علاش يغلقوا الباب علينا وما هي العوامل التي تؤدي الى ان احنا نكونوا اقوياء هذو الاسئله مطروحه وعلاش هما مثلا بعض الاعضاء ولا تاع الجمعيه العامه ينتخبوا على فلان وفلان وماشي علينا يعني واش اللي يدي راح نقول ممكن كاين مصالح عامة وخاصة ممكن فيها تلاعبات بالأموال وهذا شيء معروف تصور في الفيفا ولا في الكاف شراء ديمة الناس قولي أولاني غلط جمال فيها أمور كثيرة أنت تجيب لاطاي وما راحش يحلوا لك الباب ولكن قلت لك احنا أنا ضد كل ما هو هذه رشاوي وأنا أنا ضد أنا مسلم ما قدرش نكون حاجة ضد حاجة محرمة ولكن كاين طريقة أخرى كاين تأثير آخر من ناحية أخرى احنا الجزائر بلد مهم في إفريقيا ما نسمحوا حتى واحد يجي يتلاعب بالمصالح تاع الجزائر وماشي لغه شعبويه ولا يعني كذلك احنا نقولوا الجزائر وندافعوا على الحقوق وعلى لي بون كوز وفي افريقيا وعلى مصالح افريقيا يعني في دون كونسير دي ناسيون ومن بعد كي يجي وقت الصح يعني كاف ما تلقاش الجزائر وتلقى الناس كيش نقولوا دير لوبيات ومنها وتغلق لك الطريق والجزائر هذه ديرونجي الجزائر هذه لان الجزائر تقول لك لا امين تكلم عن لوبيات اكيد سيدي لوبي باش نديروا ربما تقريبا خلاصه سيدي لوبي قويه يعني باش يكونوا لا لكن لازم الاهم لازم احنا نعرفوا حتى المسؤولين تاعنا على انه الرياضه كره قدم خاصه الرياضه بصفه عامه وكره القدم بصفه خاصه ولات عندها نظرات كرياضه دونك رانا نروحوا بعيد خليني نجيب سؤال كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كيف العاده ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم في التعليقات ناس مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.